بعد أقل من 72 ساعة من الآن ستنطلق البطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين شان 2022. الملاعب جاهزة وكل المنشآت المرافقة لها. مؤسسة صون الغاز المسؤولة عن تزويد هذه المرافق بالطاقة حاضرة، إذ قامت بمعاينة 34 منشأة كهربائية موزعة على كل من العاصمة قسنطينة وعنابة لضمان توفير الطاقة للهياكل الفندقية التي ستستقبل المنتخبات المنافسة. صون الغاز اتخذت كل الإجراءات اللازمة لنجاح هذه الطبعة الإقليمية بتوفير طاقة متصلة. بداية كان فيها معاينة وصيانة المعدات الكهربائية وكذا الغاز لكل الهياكل الفندقية والموضوعة لاستقبال الفرق والطواقم المهيكلة وكذا ساكنات هذه الولايات. عدد الهياكل الطاقوية التي تم معايناتها بعمليات صيانة تعد ب 34 منشأة كبيرة طاقوية. 182 فريق تدخل سيكون مجندا في كل الولايات التي ستحتضن هذه المنافسة، إضافة إلى المقاولين المعتمدين لدى صون الغاز الذين يمكن الاستعانة بهم إذا تلزم الأمر. 882 فريق تدخل مكون من 1197 عون تقني مختص، بالإضافة إلى تدعيم هذه الفرق بمقاولات الأشغال وكذا المقاولين المعتمدين لدى المؤسسة في حالة أي تدعيم ممكن، بتعداد 235 عون مقاولات وتسخير 107 مركبة. الكل مجند لإنجاح هذا العرس الإفريقي الذي رفعت الجزائر التحدي لإنجاحه من كل الجوانب، سواء من ناحية جودة المنشآت أو من ناحية التنظيم، خاصة وأن نجاحه يدعم ملف ترشح الجزائر لكأس إفريقيا للأمم 25-20.